تأكيدات على تخطي كل العقبات في سبيل تحقيق التكامل لمجلس التعاون الخليجي جاءت خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بتغطية أحداث القمة الخليجية العربية، حيث أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قادرون على حل الخلافات، فيما أكد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود على أن العمانيين سباقون في دعم مسيرة مجلس التعاون. هذه الاختلافات وجهات النظر ليس بغريبة وجديدة على دول مجلس التعاون، وأنا كل ثقة كما وأشارك كل إخواني شعوب دول مجلس التعاون بأن حكماء المنطقة قادتنا الذين سيجتمعون في الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة سيستطيعون من خلال اجتماعاتهم بتخطي كل الصعاب والمشاكل وأن يتخذوا القرارات التي تصب في مصلحة شعوبهم وبلدانهم والتي سينعكس منها المزيد من الاستقرار والرفاه والأمن لشعوبنا جميعا. العمانيين دائما سباقين في دعم مسيرة دول مجلس التعاون، فأتمنى إن شاء الله دائما أن نعزز عملنا المشترك ونحقق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الانسجام والتكاتف لما يحقق هذا الهدف السامي.